السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غندير معكم الملاقي اللي درت تحت الفي من بعد ما درت معكم الفيديو اللي فيه الجوزة مغلفة بالألوان. أنا كنت غندير معكم الدرس بالألوان، ولكن الأخوات بغاو يشوفوا الملاقي اللي تحت الفي. غادي ندير معكم دابا هذيك الملاقية بضربة واحدة، وغنعاود نديرها معكم بجوج ضربات بالنسبة للأخوات اللي بغاوها عريضة. عاد من بعد غندير معكم الدرس. نبداو بسم الله. غادي نبدا معكم هذه الملاقية في الكم، نثبتوا الحرير، من الأحسن نديروا الفنيتة هكا من التحت باش يتغطاو بالثوب وما يلصقش فيهم الحرير. غادي نخدموا اخواتي بالحرير مبروم على ثلاثة الشعرات. البرا خدموا بالبرا النمرة 5 او البرا النمرة 6. انا تنشد حتى هاد الجهة اللي الفوق، من هنا كنثبتها في فنيتة. صافي، هنا غادي نخليو شوية اللي غادي نبلو، وغنبدا هنا نشد هنا في الثوب. نقرب لكم اخواتي، واخا تتبان الخدمه غريضه من تكون قريبه، المهم راه تبان لكم نتوما واضحه. نشد هنا في الثوب، نهز هاد العوينه ديال الحرير، بالنسبه لهنا راه ما كنتوش غتنيو بزاف، ما تخليوش هاد القياس، بداو مباشره من هنا من هاد القنيت. كنتو عندكم تنبيله كبيره خليوها هكا غير كيفاش تصيبوا كيفاش تخدموا. صافي، نجي للجهه اللي فوق، هنا عندنا غير ضربه واحده، كنطلعوا مباشره لهاد الجهه وكنخليو الخيط غير قياس ضربه واحده. صافي، في هذا الخيط غنضرب هاد الضربه وننزل لهنا، نشد في الثوب، نعاود نرجع نخدم في هاد العوينه ونشد هنا. كنبداو هكا الملاقيه ديال واحد مسرحه في الاول غير واحد القياس. نخدم هاد العوينه اللي الوسط ونجي لهنا، ملي نكون نازله نخدم في هاد العوينه ونشد هنا. المهم خدمه واحد شويه مسرح، بقاش هادي هنا غير البديه. نزيد هاد السطر، نشد هنا في الثوب، نخدم هنا في هاد العوينه ونشد في الثوب. هانتوما اخواتي، هنا من بعد ما خدمت هاد القياس هذا 2 4 6، قياس 6 دقات في الثوب. المهم انا هنا غير مع هاد البلاصه في الكم غادي تنى. دابا اخواتي ملي غنبداو نازلين، غادي ملي كنكونوا اصلا نازلين كنخليو الخيط الفوق. دابا لا، غادي ننزل الخيط لتحت بحال هكا، غندير به واحد الدائره، غنجي لهاد العوينات اللي شادين هنا على الثوب، هادو نخلي هادي وندخل البره هنا ونخرجها من وسط هاد الدائره اللي درت هنايا. صافي، كنحبكو على هاد الضربه هادي. صافي، وننزلو مباشره للثوب، ما كنخدموش هاد العوينه، بحال اللي هذيك العوينه اللي كنا غادي نخدمو هي اللي غلفنا. صافي، ملي نبدا دابا طالعه غنخدم هاد العوينه ونشد في الثوب، نقلب الخيط لتحت ونجي لهاد العوينه اللي ورا هادي، وكنخليو هادي ونجيو هنا. صافي، نغلف هاد العوينه ونشد مباشره هنا في الثوب، نمشيو بهاد الضربات اللي في الثوب مقادين. ملي نبدا طالعه نخلي الخيط لتحت ونضرب هنا هاد العوينه، ها هي باينه اخواتي، نهزو هاد العوينه. صافي، ونشدو هنا في الثوب. ملي نبدا نازله ندير الخيط هاكا لتحت ونجي لهنا العوينه اللي ورا هادي، نغلف عاوتاني ونشد هنا في الثوب، نخدم في هاد العوينه، نشد هنا في الثوب، نقلب الخيط لتحت وندخل الابره هنا وتنخرج هنا من وسط هاد الدائره. صافي، ونشد في الثوب، نحسبوا هاد التغليفه هادي. انا في الخدمه اللي درت تحت الفي درت 4، المهم تدير 4 تغليفات ومن بعد كنخلي شويه مسرح عاد كنعاود ثاني نخدم. صافي، نخدم دابا في هاد العوينه 1 2 3 4. صافي، غادي نكمل دابا هاد الملاقيه عادي، المهم غير القياس اللي بديتو به كملوا عليه.
صافي نخدم شويه مسرح. هانتوما اخواتي غير الحساب، بغيتو تحسبوا من هنا غتحسبوا هاد الضربات اللي في الثوب، حسبوا 1 2 3 4، من نكمل الرابعه غنبدا نغلف. بغيتو تحسبوا هاد الضربات تحسبوا عاوتاني راه تيجيو 4، 1 2 3 4. بغيتو تحسبوا هاد العوينه تحسبوهم، المهم غير الحساب اللي درتو كملوا عليه. انا حسبت هاد الحساب هذا 1 2 3 4. صافي ملي ضربت 4 الضربات في الثوب، ملي نبدا نازله غنقلب الخيط لتحت ونجي لهنا، نخلي هاد العوينه ونخدم هنا هاد العوينات اللي شادين على الثوب، نغلف ونشد في الثوب، كون راجعة نخدم هنا هاد العوينة راه كتبقى باينة. صافي ونشد هنا في الثوب، ملي نبدا نازلة نقلب الخيط لتحت ونجي لهنا، نخلي هادي ونجي لهنا ونشد في الثوب، نبدا طالعة نخدم في هاد العوينة، نشد في الثوب، نقلب الخيط لتحت نجي لهنا، ندير التغليفة الثالثة. صافي ونشد هنا في الثوب، نبدا طالعة نخدم في هاد العوينة، نشد في الثوب، نقلب الخيط لتحت. هي ملي كنكون نازلة كندير الخيط الفوق، ولكن دابا ملي بغا نغلف غندير الخيط لتحت، نجي لهاد العوينة نغلف. صافي ونخدم هنا، من هاد الضربة غنحسب 4 عاد نعاود نبدا نغلف. ها وحدة، ها جوج، نشد هنا هالشدة الثالثة، نخدم العوينة اللي الوسط، نشد هنا في الثوب، نرجع نخدم في هاد العوينة هالشدة الرابعة. صافي نخدم في هاد العوينة، نشد هنا في الثوب. دابا ملي غنبغي ننزل غادي نقلب الخيط لتحت ونجي لهنا لهاد العوينات اخواتي، ماشي هادو، هادو اللي شادين على الثوب، نخلي وحده ونجي لهنا. صافي اخواتي هذه هي الطريقه، شفتوها؟ نتمنى تكون الصوره واضحه لكم. هي الصراحه مباشره تتبان زوينه وكتجي هاكم مختلفه، الا بغيتو تبدلو هاكم على الملاقيه ديال الواحد وراها سهله. المهم هذه هي ديال الواحد، غادي نخدم انا واحد شويه باش من بعد ندير معكم الدرس في الكم، وغادي ندوز نوري لكم الملاقيه ديال جوج دقات بنفس الطريقه. صافي اخواتي هذه هي الملاقيه اللي درنا تحت الفي، انا درتها معكم هنايا في هذا الكم، هذا لاقينا بها الكم باش من بعد ندرسوه. دابا غادي ندوز معكم نفس هذه الملاقيه، ولكن غنديروها بجوج ضربات، يعني غتجي عريضه شويه بحال هكا، ولا بغيتو ديروها تحت الفي اولا نازله على طول الجلابه بحال هكا مع الطرز اولا تنبات. غنديرها معكم في هذا اللون هذا باش يبان لكم واضح. غادي نخدمو بالحرير مبروم على 3 شعرات، نخدمو بالبرنمره 5، نجيو لهنا. الا كنتو بغديروها تحت الفي راه غادي تسبقوها هي الاولاد، غتفتحوا الثوق ديالكم. كنتو بغتنزلوا على طول الجلابه خليو هنا القياس اللي بغيتو ديال الفتحه ديال العنق، وبداو الهبطه ديالكم. غنجيو لهنا، ملي عندنا جوج ضربات غنديروا بناء الغرز، نشدو في الثوب ونهزوا هاد العوينه، نعاودو نشدو حتى هاد الضربه، كيولي عندنا هاد الخويط هنا غادي نرجعوا فيه. غادي نقرب لكم اخواتي اكثر باش تبان لكم الخدمه واضحه. ها هي دابا عوينه، غادي نعاود نرجع فيها ونعاود نشد هنا، تنحسبوا هاد العوينات اللي غادي ننزلو، يعني اللي غنخدموا من جهتهم 1 2. صافي غنشد في الثوب، تنكونوا من طبيعه الحال حنا طابعين فين غنخدموا، تنشدوا هاك الشده الاولى ونجي لهاد العوينه ونجيبها حتى هي لعند الثوب بهذه الطريقه. صافي ننزل مع السطر، 1 2، نشد في الثوب، نرجع مع هاد جوج عوينات، 1 2، ونشد هنا في الثوب. دابا كنخدمو الراندة مسرحه غير واحد شويه، نشد في الثوب، نخلي الخيط لتحت ونخدم في هاد العوينات، العوينه الاولى الثانيه، ونعاود نشد في الثوب،
نخدم في هاد جوج عوينات، نشد هنا في التو، نرجع مع السطر، نشد في التو، ملي نبدا نازلة غنخدم العوينة الأولى، العوينة الثانية ما غاديش نخدم فيها، ونقلب الخيط لتحت ونجي لهنا لهاد العوينة، نخلي العوينة الأولى الثانية ندخل الإبرة في الثالثة، كنغلف بحال هاد السطر هذا. هانتوما أخواتي راه غادي سطر واحد، بحال حنا غنغلفو هاد العوينة ما نخدموش فيها، نمشيو مع السطر ديالها بحال هاكا، ندخل الإبرة هنا. بغيتو تحسبو من الفوق حسبو العوينة الأولى الثانية الثالثة، دخلوا الإبرة بحال هاكا، حنا غلفنا بحال هاكا التغليفة صافي، ونشدو مباشرة في التوب. ملين درجة هاي هاد العوينة باينة، غنخدم في هاد العوينة ونخدم في هادي، نشد في التوب ونرجع مع السطر، نخدم في العوينة الأولى الثانية، غادي نعاود نقلب الخيط لتحت ونجي لهاد العوينة اللي حدا هادي. هانتوما هاد العوينات اللي شادين على التوب، نغلف بحال هاكا صافي، ونشد في التوب. ملي نبدا طالعه نخدم في هاد جوج عوينات، واحد جوج، بالسهلة هاد الراندا اخواتي حنا كنخدمو وكنزوقو في نفس الوقت. صافي نخدم في هاد العوينة، هاد العوينة ما غاديش نخدمها ونجي لهنا. بغيتو تحسبو من هنا حسبو، واحد جوج، ندخلو البرا في العوينة الثالثة، صافي ونشد في التوب. نبدا طالعه نخدم في جوج عوينات. بالنسبه لهذا القياس ديروا القياس اللي يعجبكم، المهم غنزيد نخدم واحد شويه بحال هكا، مغلف نشد في التوب، نخدم هاد العوينه، هاد العوينه ما نخدمهاش ونجي لهنا، الخيط راه كنقلبوه لتحت صافي، كنغلفو بحال هكا ونجي للتوب. صافي نخدم في جوج عوينات، واحد جوج، نشد في التوب، نخدم في هاد العوينة، وهاد العوينة ما نخدمش فيها ونجي لهنا، الخيط كنقلبو لتحت صافي، كنغلفو هاد العوينة هادي ونجي للتوب. غنبقى غادية بهاد الطريقة حتى نخدم القياس اللي بغيت، المهم القياس اللي بغيتو ديروه. نخدم في هاد جوج عوينات صافي، نشد في التوب، ملي نبدا نازله نخدم في هاد العوينه، نقلب الخيط لتحت ونجي لهنا، نحسبو هاد الخويطات هادو، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، صافي غادي ندير غير هاد القياس صافي. نشد في التوب، نرجع في هاد جوج عوينات وصافي. دابا غنخدم واحد شويه مسرح، صافي غير نشد في التوب ونرجع في هاد جوج عوينات، كنخليو الخيط لتحت، نشد في العوينه الاولى، العوينه الثانيه، كنبداو نحسبو في هاد الضربات هادو، القياس غير باش نعرفو القياس تنحسبو هاد الضربات. هانتوما ملي سينا هاد التغليفه هادي شدينا هنا، كنحسبو الضربة الأولى الثانية، نبقى نخدم ونحسب، صافي غنبقى نخدم أخواتي، نشد في التوب ونرجع في هاد جوج عوينات. أنا غنخدم واحد شوية مسرح، وغتشوفو معايا القياس.
صافي اخواتي انتم بقاو تخدموا حتى تخدموا هنا في التوب، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة، ستة ضربات في التوب. صافي وغتبداو نازلين، غتضربوا الضربة الاولى، الثانية غتقلبوا الخيط لتحت وتجيو لهنا الفوق، غتحسبوا واحد جوج ثلاثة، في العوينة الثالثة غتدخلوا البرا وتغلفوا بحال هكا. صافي ونشدو هكا في التوب، ملي نكون راجعة غنخدم في جوج عوينات، واحد جوج ونشد في التوب. ملي نبدا نازلة نخدم العوينة الاولى، في الثانية غنقلب الخيط لتحت ونجي لهنا لهاد العوينة اللي تابعة هادي، نغلف بحال هكا ونشد هنا في التوب. نبدا راجعة نخدم هاد جوج عوينات، هنا ولا الحرير اخواتي قصير، ندخلو بحال هكا في التوب وغنركب خيط اخر، نجي لهنا فوق اخر ضربة نخدم فوقها، نهز هاد العوينة ديال الحرير، نزير هاد الضربة هكا مزيان باش ما تبانش لينا غليظة، ونجر الخيط هكا من التحت. صافي ونشد في التوب، نبدا نازلة نخدم العوينة الاولى، في الثانية نقلب الخيط لتحت ونجي لهنا لهاد العوينة اللي الفوق ونغلف بحال هكا. صافي ونشد هنا في التوب، نرجع في هاد جوج عوينات، واحد ها جوج ونشد في التوب، نخدم العوينة الاولى، الثانية ما نخدمش فيها ونجي لهاد العوينة اللي الفوق ونغلف، وندير نفس الحساب بحال كيف ما درت هنا في الاول، درت ستة الخويطات، هنا غندير عاوتاني ستة، يلا هادو ربعة، نشد هنا في التوب، نرجع مع السطر، نشد هنا في التوب، نخدم العوينة الاولى، الثانية ما نخدمش فيها ونقلب الخيط لتحت ونجي لهاد العوينة، ونجي مباشرة للتوب. ملي نكون راجعة كندير الخيط لتحت، هاد العوينة راها كتكون باينة، نخدم فيها ونعود نخدم هنا، نشد هنا في التوب، ندير الخيط فوق، نخدم العوينة الاولى، الثانية نقلب الخيط لتحت ونغلف ونجي للتوب، نقطع هاد الخيط. صافي دابا كملت هنا ستة الخيوطة، غنخدم دابا عاوتاني هنا الراندم سرحة، كنحسبو من هاد الضربة هادي اللي شديت هنا من بعد التغليفة الأخرى، نحسب ستة ضربات، صافي هنا كنبقى نخدم في الراندم سرحة عادية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، بقى غنزيد، هادي هي الشدة السادسة. صافي نطلع مع السطر، نشد في التوب، بديت تغلاف ملي تنكون نازلة، تا دابا غادي نغلف ملي نكون نازلة، نخدم العوينة الاولى، العوينة الثانية ما نخدمش فيها، نقلب الخيط هاكا لتحت نجي لهنا نحسب هاد العوينات، واحد جوج، في الثالثة ندخل البرا ونغلف. صافي ملي كنغلفو هاد العوينة نشد هنا في التوب، ملي نكون راجعة نخدم هاد جوج ضربات، واحد ها جوج. صافي اخواتي راه هادي هي الطريقة الساهلة بحال هاكا، الا بغيتو تنزلو هاكا هبيطة خفيفة ساهلة زواقها منها، بغيتو ديرو هاكا مع طرز او لا تنبات او لا غير هاكا في التواب ديال الصيف خفيف، راه هاد الراندة غتجيكم ساهلة و تتجي زوينة. صافي غنتنسامر هاكا بنفس الطريقة حتى نكمل الهبطة كاملة،
هذه هي الرانده ديال اليوم، انا درتها معكم بديال ضربه واحده وبجوج ضربات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضحين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل للاخوات اللي باغيتي تعلموا الراندا. بالنسبه لهاد الفيديوهات اخواتي راه غنحطهم متابعين ورا بعضياتهم، وغنحط لكم حتى الرابط ديال الفيديو الاول في صندوق الوصف. وصافي اخواتي هادشي اللي كاين، بسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو اللي ورا هذا. غنحط لكم ان شاء الله في الدرس اللي غيجي مع الخدمه ديال الجوزه المغلفه بالالوان. نتمنى تشوفوا الفيديوهات من الاول حتى الاخر. بسلام عليكم.